وجه بريء، ألم ولسان فصيح وجريء، مواقفها بتشهد عنها ويا الحق تملي صديق. شاعرة وكاتبة وصحفية، فخر للمرأة المصرية، قيمة وقامة، ومن ألقابها سفيرة الإنسانية. ليها في الشعر كتير دواوين، كتابها عدوا 30، قارورة السمغ ونقرة إصبع وصانع الفرح وغيرها كتير، ومقالات في الصحف والمجلات جوه مصر وبره مصر، وكتب نقدية وترجمات من سيدنا وجابر وجايز الجبران وجوائز غيرها كتيرة كمان، مؤتمرات ومهرجانات، وليها حضور في كل مكان. بحر كبير من المعرفة، وكلامها موزون مظبوط، وقلمها يكتب في سكات لكن أثره يلف الكون. كتير يسكتوها لكن هي تعلي الصوت، عمرنا ما أبدا سمعنا إن صوت الحق ممكن يموت. معانا ومعاكم الدكتورة الصحفية فاطمة نعود، تسقيفة كبيرة. اتفضلي يا دكتور. كل سنة وانتم طيبين، ودايما كده يا رب نتجمع على المحبة والفرح والتضام، ودايما كلنا شعب واحد محب، بيحب وطنه، بيحب ربنا، بيحب بعض، وبيحب الخير، وما نتفرقش أبدا أبدا لغاية ونوصل بمصر للمكانة التي تليق بيها، وإحنا على الطريق إن شاء الله. بشكركم جداً، كل سنة وانتم طيبين، وبشكركم جداً على وجودي معاكم النهاردة. أنا وعمر ابني، وأنا قالوا لي إن هنتكلم عن الموهبة، مش كده؟ المفروض نتكلم عن الموهبة، وحقيقة ربنا من جماله وكرمه لم يحرم أي إنسان من الموهبة. والحقيقة أنا كان نفسي، يعني نسيت أجيب معايا نسخة من كتابي اللي طلع في معرض الكتاب، عمر من الشرنقة إلى الطيران، عن عمر ابني الأسبرجر المتوحد الموهوب، اللي يعني بيرسم بطريقة فائقة. كل إنسان في العالم ربنا اداله نعمة معينة، يعني إخواتي المسيحيين بيسموها وزنة، وزنة وبركة بتبقى من ربنا تخصه لوحده. مفيش إنسان ما عندوش هذه الوزنة وهذه الموهبة، لكن في ناس ما بتكتشفهاش، أو في ناس بتكتشفها وتهملها، لأن الموهبة لوحدها بدون عمل يعني شاق، وكفاح حقيقي لا تظهر. ستيفن كينج بيقول كده، بيقول ان الفارق بين الموهوب وبين الناجح هو العمل هارد ورك، العمل الشاق. تحضرني الان دلوقتي قصه من الفولكلور كده، قصه رمزيه بتتكلم عن الموهبه، وازاي ممكن الناس مش بس شخص ما يكتشفهاش في نفسه، لا ممكن حد يحبطه. تنمر وتكسير المقاديف زي ما بنقول، قد ايه ممكن يحبط ويخلي الناس ما تنجحش. مجموعه من الضفادع عملوا لهم مسابقه ان هم يتسلقوا جبل ايفرست. جبل ايفرست هو اعلى جبل في العالم، اعلى قمه في العالم. فالضفادع بدات تتسلق الجبل، والناس واقفه تحت عمالين يقولوا لهم انتوا بتستعبطوا في حاجه اسمها كده، مفيش ولا ضفدع طبعا هيوصل للقمه. ف
هتقعوا. فالضفادع فضلت تقع بعد سماع هذا الكلام، واحد ضفدع في ضفدع في ضفدع، الا ضفدع واحد كمل وطلع للقمه وفاز بالمسابقه، فاز بالمركز الاول. وبعد ما نزل المؤتمر الصحفي، عملوا له مؤتمر صحفي وبيسالوا الضفدع ده انت ازاي طلعت لغايه فوق، فقال لهم قلتله ايه، هو اصم، كان اصم فما سمعش كلمات تكسير المقاديف اللي بتتقال، وآمن آمن بقدرته. نفس الضفادع كلهم لو كانوا آمنوا جدا، هم مؤمنين بمواهبهم، بس لو ما كانوش دخلت لهم الطاقة السلبية اللي الناس بتتكلم فيها كانوا كملوا. ودي قصة رمزية، لكن في قصة حقيقية حصلت فعلا. وكان دايما أساتذتنا في كلية هندسة، انتوا عارفين خريجة هندسة، دايما أساتذتنا ما يجوا يشرحوا لنا المعادلات من الدرجة الرابعة والثالثة والرابعة في التفاضل والتكامل، كانوا يحكوها لنا. في معادلتين في العالم، معادلتين رياضيتين ما لهمش حل خالص، ما لهمش حل، يعني حتى أينشتاين ما لهاش حل، يعني معادلتين ما لهمش حل. فكان في طلبة هندسة يعني بوست جراديوات، يعني دراسات عليا، الدكتور دخل بيقول لهم دول المحاضرتين، دول المعادلتين اللي ما لهمش حل، واداهم الواجب وخرج. فكان في طالب نايم في اخر الفصل، مش طالب بقى يعني خريج يعني بس بيدرس دراسات عليا في الدكتوراه، سنه يعني اخذ ناب كده يعني غفوه. والطلبه كلهم بيخرجوا، لقى معادلتين مكتوبين على السبوره فافتكرهم الايه؟ الواجب. فنقلهم على الفكره في الدفتر بتاعه وراح البيت قاعد يحاول يحل فيهم. تاني يوم راح للدكتور بتاعه البروفيسور يعني، وقال له انا حليت واحده وما عرفتش احل الثانيه. قال له حليت ايه؟ قال له المعادلتين الواجب بتوع امبارح. قال له معادلتين يوريني؟ قال له دول ما لهمش حل. فلقى ان حل الولد الطالب ده حل فعلا واحده من اللي ما لهاش حل. علماء كبار زي نيوتن واينشتاين ما عرفوش يحلوا هذه المعادلتين، وخلاص سلمه يعني، هم خدوها فور جرانتد ان دول معادلات ما لهاش حل. الولد ده عرف يحلها، مش هو مش اكثر عبقريه، هو مش اكبر، مش عبقريته اشد من نيوتن ولا جون ناش ولا اينشتاين ولا دول، لا، هو الفكر انه ما سمعش ان هم ما لهمش حل، كان نايم في اللحظه دي، فخدهم باعتبار انهم معادلات equations to be solved، فحاول يحل واحدة وحاول يحلهم وحل واحدة فعلا منهم. هي دي الفكرة، ان انت تحط اسمها ايه، obstacle يعني عراقيل، تقول انا مش هعرف اعمل، انا مش هعرف اتعلم مزيكا، انا فاشل، انا مش هعرف اتعلم السباحة، انا مش هعرف اجيب مجموعة يدخلني كلية اللي انا عايزها، انا مش هقدر، انا امكانياتي ضعيفة. لو انت امنت فعلا بالطاقه السلبيه دي هتفشل، والعكس صحيح. لو انا قلت انا هقدر اعمل ده، ارجو ان كلامي ما يكونش كلاشيه بتسمعوه كتير في مدرسه الاحد، وبتسمعوا الكلام ده يمكن كتير وبتعتبروه مكرر، بس هو حقيقي وعلمي جدا، اللي هي طاقه الايمان، الإيمان بقدرتي والإيمان بأن ربنا ميزني عن غيري مهما كنت شايف العكس. ربنا ميز كل إنسان بحاجة خاصة بيه واداله هدية خاصة بيه هو. الشطارة بس إن احنا نشكره عليها ونؤمن بيها بقدر إيماننا بربنا، نؤمن بروح ربنا فينا وقدرته وخلقه وعبقرية خلقه في الموهبة للدهاني، وأحسن استخدام لما يفيد الإنسان ويفيد البشرية. بشكركم تاني، كل سنة وانتم طيبين، واتمنى دايما ألتقي بكم على كل خير. احنا طبعا بنشكر الأستاذة فاطمة نعوت على الشحنة الإيجابية ديت، اللي لو كل يوم في شحنة زي دي إيجابية تبقى حياتنا مختلفة خالص. متشكرين خالص.
في حاجة بسيطة تفتكري بيها تيبرسينوس؟ ممكن ناخد صورة بس جماعية مع بعض. أستاذ عمر اتفضل.